ولمناقشة تداعيات إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية في ذكرى مرور عام على الحادثة، ينضم إلينا طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية عبر سكايب من أوسلو. أهلا بك سيد طارق. في البداية، تمر اليوم الذكرى الأولى على حادثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني كما تعلم. السؤال هنا، كيف ترى وقع الحادثة على علاقات إيران بالغرب بشكل عام؟ تفضل. سيد طارق، هل تسمعني؟ للأسف الشديد لم أسمع السؤال بسبب الضجيج. مرة ثانية، في أثر حادثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، ومن باب ردود الأفعال وما ترتب على هذه الحادثة بعد مرور عام كامل على وقوعها، كيف ترى وقع هذه الحادثة على علاقات إيران في الغرب بشكل عام؟ يعني حقيقة اليوم الذكرى الحادثة رأيناها في سواحل تورنتو وفي الساحة الرئيسية لمدينة تورنتو في كندا. هنالك مظاهرات من قبل عوائل الضحايا، وقاموا باحتجاج وطلب مناشدة من الحكومة الكندية الاهتمام الأكثر بهذه القضية، ويعني في سبيل تدويرها دوليا وأخذ يعني ما لازم أنه يكسبون من هذه القضية. أما بالنسبة لعلاقات إيران مع الغرب، أساسا إيران كانت ومنذ 40 عاما هي دولة مارقة ولا تحترم كل القوانين الدولية، لا سيما قوانين الطيران وقوانين النقل الجوي، وحتى دول الجوار إيران هي كانت تعاني من هذه النقض في يعني من قبل الحكومة الإيرانية. بالتالي أنا أعتقد أن الغرب متساهل جدا جدا مع طهران، لا سيما في هذه القضية، لأن نحن أساسا كانت هنالك قضية الطائرة الأمريكية بان أمريكان في التي أسقطت في لوكيربي، ورأينا كيف الغرب ضغط على حكومة قذافي. هل ترى أن المبررات التي ساقتها إيران وجدت صدى أو إقناع لدى دول الضحايا الذين سقطوا في الحادث؟ أنا لم أسمع السؤال للأسف. سألتك هل جاء في إطار هذا ما حصل في هذا الحدث، هل هناك إقناع مثلا تشكل لدى دول ضحايا الحادث؟ هل اقتنعوا بالرواية الإيرانية باعتقادك بعد عام على هذه الحادثة؟ منذ أول يوم، والسيد فيليب رئيس وزير خارجية الكندي بالاتفاق مع دول واللجنة التي تشكلت من ضمن دول الضحايا أوكرانيا، بريطانيا، أفغانستان، ألمانيا وكندا، صرح وزير خارجية الكندي أنه نحن غير مقتنعين بتصريحات النظام الإيراني وغير مقتنعين بالتوضيحات التي أدليت بهذا الشأن. وحتى اليوم وهذه يعني الحلول التي أتى بها النظام الإيراني في سبيل دعم وفي سبيل إعطاء 150 ألف دولار لكل شخص من تلك الضحايا هي أساسا غير مقبولة وغير مقتنعة بها المجتمع الدولي، لا سيما دول الضحايا، لأن هناك خارق واضح حتى في إعطاء التعويضات للضحايا. طيب، إلى أي مدى ترى أن التصعيد ضد إيران في الفترة القادمة سيكون سيد الموقف؟ سيد طارق، مرة ثانية أطرح عليك السؤال، إلى أي مدى ترى بأن التصعيد ضد إيران في المرحلة المقبلة سيكون سيد الموقف؟ أنا لم أفهم السؤال للأسف الشديد. مرة أخرى أكرر عليك السؤال، في المرة أو في الفترة المقبلة، هل ترى أن التصعيد بحق إيران سيسود العلاقات أو سيسود الموقف، خصوصا من الدول التي يعني كان لها ضحايا في حادثة الطائرة؟ بالتأكيد، ومعظم تلك الدول هي أساسا ذاهبة في التحالف الدولي ضد إيران، يعني كندا، بريطانيا، ألمانيا، وكل هذه الدول هي اساسا كانت تخالف النظام الايراني بكل سياساته الداخليه والخارجيه، وكانت هي اساسا ضحيه لمشروع ايران في العالم. ايران يدعم الارهاب في كل مكان، يعني بدعم الجماعات الارهابيه في افغانستان، قام بدعم الجماعات الارهابيه في اوروبا وحتى في كندا، هنالك اغتيالات للمعارضين في كندا والمانيا وهولندا حصلت مؤخرا. لذلك هذه الدول هي اساسا تعاني وستستمر
في مناوياتها للنظام الإيراني. وأنا أعتقد أن نعم النظام الإيراني متجه إلى أن يكون أكثر منزويا في العالم من نعم كل النواحي، لا سيما الجانب السياسي. طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب من أوسلو، شكرا جزيلا لك.